يقول السائل: قدمت من الرياض عن طريق الطائرة، وفي أثناء ركوب الطائرة كنت مستعدا للتلبية بالعمرة إذا سمعت مذيع الطائرة ينبه على وصولنا الميقات، ولكن المذيع لم ينبه ولم انتبه للتلبية حتى وصلت جدة، فماذا عمل؟ إن كان قصد بالتلبية الإحرام، عقد نية الإحرام، ما انعقد النية إلا من جدة، فهذا تعدى الميقات، يكون عليه فدية. عمرته صحيحة، إحرامه صحيح، لكن يكون عليه فدية جبران النقص الذي حصل وتجاوز الميقات بدون إحرام. أما إن كان إنه محرم من عند الميقات ولكن ما لبى إلا بعد ما وصل جدة، التلبية هذه سنة، ما هي بواجبة، كلام على نية القلب. أما التلبية باللسان فهذه سنة، إن أتى بها فهي خير، وإن تركها فإحرامه صحيح. نعم.